مليء هو المشهد الليبي بالطوارئ والحوادث السياسية. اقترب العام 2021 من النهاية والكل ضيع البوصلة وتاه الليبي بين جميع الاتجاهات. جلسات لمجلس النواب يوم الأمس واليوم والتقارير بشأن العملية الانتخابية لا تزال غامضة، فيما أحيك خلف الستار ما هو أدهى وأمر؟ وكأن المسافة بين مفوضية الانتخابات ومجلس النواب بدأت تتباعد، وبات التفكير في حلول أخرى هو السائد. فأي اتجاه سيسلكون؟ هل انتخابات بلا قواعد أم بخارطة جديدة مليئة بالمتاهات؟ بعد أن فات 24 من ديسمبر 2021 من غير رجعة، اليوم يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة. أهلا بكم، النقاش بعد قليل. قبل أن نغوص في التفاصيل مع ضيفينا الكريمين ونشكرهما على تلبية الدعوة، من بنغازي هيثم الورفلي الناشط السياسي، وأيضا من تونس السيد رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث. نرحب بكما في هذه المساحة من لايف. وقبل أن نغوص كما ذكرت في التفاصيل، نتحول إلى هذا التقرير، حيث تتوجه أنظار الليبيين وكذلك العالم إلى طبرق لمتابعة ما سيخلص إليه المجتمعون تحت قبة البرلمان. هل سينجحون في إعادة قاطرة الانتخابات إلى مسارها، أم أن الموضوع أخذ مسارات أخرى وصار أبعد من ذلك؟ نتابع التقرير ومن ثم نعود للنقاش. أجواء الفوضى ليست غريبة على الليبيين، فقد آلفوها طوال السنوات الماضية حتى باتت علامة مميزة للمشهد السياسي والأمني على حد سواء. خيارات عدة للمرحلة المقبلة تناولها النواب في أجواء عاصفة خلال لقاء الاثنين، يتمثل أحدها في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية، فيما تمثل الخيار الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد دبيبة وتعيين بديل عنه أو إقالتها بالكامل وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري. خياران كلاهما مر، لكن ما يتوجس منه الشارع هو العودة للمربع الأول ليعلو صوت الرصاص عوضا عن لغة الحوار حال فشل القوى السياسية في التوافق حول شكل المرحلة المقبلة. البعد الدولي لم يغب عن الأجواء، فالمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز شددت على أهمية أن تنصب الجهود بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة، رغم أن الليبيين يريدون نهاية لهذه الفترة الانتقالية التي لا تبدو لها نهاية بحسب وصفها. مشوار البحث عن الحلول يتواصل اليوم أيضا، إذ يمثل رئيس وأعضاء المفوضية العليا في هذه الأثناء أمام النواب بعد استدعائهم للحديث عن المعيقات والعراقيل التي اصطدمت بها المفوضية خلال عملها وأدت لتأجيل استحقاق 24 من ديسمبر. الشارع الليبي الذي قال كلمته مرارا وتكرارا مطالبا بالتغيير عبر صندوق الاقتراع يحبس أنفاسه من جديد بانتظار ما سيرشح عن لقاءات البرلمان، والأمل معقود على توافق المجتمعين على ما فيه مصلحة ليبيا لا على مصالحهم الضيقة. هيثم الورفلي الناشط السياسي من بنغازي، نشكرك على تلبية الدعوة، وكذلك رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث والمهتم بالشان الليبي، أشكركما. أبدأ معك هيثم الورفلي، يبدو أن الموضوع بات يبعد شيئا فشيئا. هنا نتحدث عن موضوع الانتخابات، إذا كنت تسمعني سيد هيثم، تسمعني؟ إيه نسمع فيك. نعم، يعني كما ذكرت لك يبدو أن الموضوع بات يبعد شيئا فشيئا،
خاصة بعد التقارير التي صدرت أو رأيناها يوم الأمس في جلسة مجلس النواب، واليوم أيضا كانت هناك جلسة واجتماع بين رئاسة مجلس النواب وكذلك اللجنة المختصة بوضع خارطة الطريق. مساء الخير عليك أستاذ محمد وعلى كل متابعي قناة 218 وعلى ضيفك الكريم. طبعا لنتحدث بواقعية على ما يحدث من هذه المجريات في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الدولة الليبية من انغلاق كافة الحلول السياسية بعد عدم حدوث الانتخابات يوم 24 ديسمبر، الانتخابات التي كان يحلم بها كل الليبيين والتي نتجت عن لجنة الحوار وعن منطقة جنيف، ولكن للأسف أن يوم 24 ديسمبر لم يحدث، وقد خاب ظن 2.5 مليون ليبي قد تحصلوا على بطاقاتهم الانتخابية حتى يذهبوا لهذه الانتخابات. ولكن السؤال الذي يطرحه الشارع، من يتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات؟ بالنسبة لي أنا من يتحمل مسؤولية هذه الانتخابات في البداية هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتي قبلت ملفات أشخاص لم ينطبق عليهم القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب. كذلك من يتحمل أيضا هو المجلس الأعلى للقضاء، الذي حسب التقرير أنه قد حكم بأحكام مخالفة لقانون رقم 1. أيضا هناك حتى مجلس النواب أيضا يتحمل جزء من المسؤولية، لأنه لم يكن واضحا أو البنود التي كانت في المواد التي كانت في قانون رقم 1 لم تكن واضحة وصريحة، بل كانت مبهمة، ولذلك حصل ما حصل. فالآن مجلس النواب أعتقد أنه هناك بعض من يريد أن يرمي الكرة من جديد للمفوضية ويذهبوا إلى يوم 24 يناير، بالرغم من أنهم متيقنين بأن يوم 24 يناير لن تحدث الانتخابات، ولكن لكي يقول للشعب الليبي أن البرلمان قد وافقت على المقترح الذي وضعته المفوضية، ولكن المفوضية هي من تتحمل المسؤولية التامة. وبالتالي فإن أعتقد أن أعضاء مجلس النواب سوف يذهبون لخارطة الطريق التي سوف يرسمون معالمها أو تظهر معالمها خلال الفترة. هنا نود أن نفهم أكثر سيد هيثم الورفلي من خلال الإيجاز الصحفي اليوم الذي أصدرته لجنة خارطة الطريق. إذا كنت تسمعني سأتلو عليك جزء من، نود أن نفهم ما الذي سيحدث بعد هذا الاجتماع ما بين رئاسة المجلس النواب ولجنة خارطة الطريق. تمت مناقشة آلية عمل لإنجاز مهام خارطة الطريق في الوقت المحدد، وأعلنت عزمها على التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية للليبيين من خلال إيجاد الحلول للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ما الذي يفهم من ذلك؟ هل سنرى أيضا لقاءات واجتماعات بين النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبالتالي تعود تلك الدائرة من جديد التي كانت في السابق؟ سأتحدث بصراحة، أعتقد أن هناك صفقة مبرمة بين مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لتأجيل الانتخابات، حتى وفتح مسودة الدستور. هناك بالأمس من تحدث أو اللجنة النيابية تحدثت عن فتح مسودة الدستور أو تكليف لجنة فنية بينها وبين مجلس الأعلى للدولة وإشراكه في التعديل أو ما يعرف بالإطار الدستوري حتى نصل إلى الانتخابات. هذا كلام يطلقه مجلس النواب. أعتقد أنا بحسب وجهة نظري بأن المرحلة القادمة لن يكون هناك انتخابات في 24 يناير، سوف يتم، لأن اللجنة قالت لن يكون هناك موعد أو وقت محدد لهذه خارطة الطريق أو للانتخابات. هناك الآن من يتحدث أن الانتخابات كيف تكون بدون قاعدة دستورية أو بدون إطار دستوري أو دستور دائم للبلاد، لأن المصالح تتلاقى الآن حاليا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في إطار بقائهم على السلطة التشريعية وعلى بقائهم على كراسيهم في سلطة الحكم في ليبيا.
فإنهم مستعدون لتقديم التنازلات لبعضهم حتى يستمرون في مواقعهم. أعتقد أن المرحلة الانتقالية ما زالت مستمرة، سوف يكون هناك لجان من مجلس النواب ولجان من مجلس الدولة ومثل السابق يلتقون ثم لا يعني ثم لا لن يكون بينهم أي تفاهم وتستمر هذه الأزمة. أعتقد أن الحل الحالي في يد الشارع الليبي، يجب أن الحل هو في الشارع الليبي، يجب أن يسمع يعني تسمع أقدامهم حتى تصل لصدى مجلس النواب وصدى مجلس الدولة وصدى البعثة الأممية. يجب على الشارع الخروج. في الحقيقة يا أستاذ محمد، عندما خرجنا الجمعة الماضية أمام فندق تبستي في ساحة الشهيد عبد السلام المصماري، يعني العدد لم يكن بذلك يعني الحجم ما يحدث في ليبيا، لم يخرج الشارع بكثافة، يعني خرج يعني البعض من المهتمين والبعض من لديه غيرية على هذا الشارع. فهناك بعض من أعضاء مجلس النواب كانوا يجلسون في كافي يعني ويتهكمون على الشارع الليبي، واحد يقول له اللي خرجوا 50 والنائب الآخر يحلف له يقول له والله ما طلعوا 50، واحد النواب يقول له والله نحن الشعب تعودوا علينا وتعودنا عليهم فنحن قاعدين. فمن هنا يعني من المفترض أن الشعب الليبي يجب عليه أن يسمع صوته كما في السابق وينادي بلا تمديد، أو يجب أن تكون يعني نذهب إلى مرحلة دائمة، هذا ما يريده الشعب الليبي. لماذا أخذ سجل أكثر من 2,800,000 ناخب؟ لماذا استلم 2,500,000 بطاقاتهم؟ يريدون التغيير، الشعب الليبي يريد التغيير. طبعا يجب أن يخرج، هناك بعض من الشباب ينادون بتظاهرة أخرى يوم الجمعة القادمة، ونتمنى من الشارع أن يخرج ويسمع صوته حتى الكل يسمع يعني رأي الشارع الليبي والشعب الليبي في ماذا يريده. سيد رشيد خشانة، نرحب بك معنا في هذه الحلقة. على مدار العشر سنوات يعني أعتقد أنك تابعت الملف الليبي عن كثب، ويعني لديك تشخيصات للحالة الليبية الآن بعد مرور 24 ديسمبر إلى غير رجعة، وتم الحديث عن 24 يناير، ويعني تابعنا جلسات مجلس النواب، خارطة جديدة يتم الحديث عنها، وتابعنا التقارير الصادمة أيضا الصادرة عن اللجنة المكلفة من البرلمان وكذلك من المفوضية العليا للانتخابات. إلى أين ليبيا ذاهبة الآن في اعتقادك؟ ما هي السيناريوهات المحتملة القادمة؟ شكرا أستاذ محمد، تحياتي إليك وإلى ضيفك الأستاذ هيثم وإلى كافة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة أنا أريد أن أربط مع المقدمة التي تفضلت بها ومع روح التقرير الذي استمعنا إليه في بداية هذه الحصة، وهو التعبير عن مدى الألم والحزن والإحباط الذي يحيط بالليبيين الآن بعد أن فشلت هذه التجربة الانتقالية. نحن وصلنا الآن إلى المدى الأخير في محاولة انتقالية للأسف لم تحقق أهدافها، ولذلك أعتقد أنه علينا أن نعود إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الإخفاق لكي نتداركه في المستقبل ونبني مسارا جديدا على أسس صحيحة. في تقديري الإخفاق كان نتيجة مجموعة من الإخفاقات السابقة، كان هناك اختلاف حول المرجعية الدستورية وتم يعني لملمت الموضوع بطريقة غامضة إلى اليوم. القانون الانتخابي وضعه فرد واحد فقط ولم يستشر فيه أحد، وبالتالي طلعت منه كل هذه المطاعن والهينات التي رأيناها. إلى جانب ذلك، المفوضية العليا للانتخابات وجدت نفسها يعني معطلة ومقيدة اليدين في كثير من المواقف، لأنها بلا سلطة باعتبارها لجنة أو مفوضية تقنية فنية وليست سياسية. إلى جانب هذين العنصرين، رأينا بعض الذين دخلوا إلى الانتخابات كمرشحين ينشرون يعني الخلاف من جديد بين الليبيين ويعيدوننا إلى خطوط 2011، وأقصد بذلك بكل وضوح السيد سيف الإسلام القذافي الذي بدخوله إلى الساحة كمرشح يعني أدى إلى انقسامات يعني كم كان الليبيون في غنى عنها. من هنا أعتقد أنه تجاوز هذه الإخفاقات من خلال وضع خريطة طريق جديدة وتكليف فريق بأن يقوموا بذلك. وعندما تم تعيين 10 أعضاء من المجلس النواب لكي يتحاور مع المفوضية، اتضح أنه ممكن تشكيل لجنة مصغرة
متعددة الانتماءات والاتجاهات تتعايش معا لكي تصل إلى ورقة موحدة. أعتقد أن موضوع دستور 2017 الذي قبر أو وضع في الأدراج كان يمكن أن يطلع من جديد وينظر فيه من أجل تعديله وتطويره حتى يكون لدينا مرجعية دستورية لا يطعن فيها أحد. أيضا القانون الانتخابي يجب إرساءه، لا أقول تغييره، لأنه هو من الأصل كما قلت كتب بقلم واحد. يجب أن تكون هناك لجنة تسوغ هذا القانون وعلى البرلمان أن يتبناه للانتخابات المقبلة. ولذلك لكن يعني يقول لك بأن الكل مشاركون، الكل مشاركون يعني في فيما يحدث الآن، الكل يعني ساهموا في بهذه النتيجة السلبية التي رأيناها. يعني على مدار هذه السنوات سيد رشيد خشانة، يعني كانت هناك جلسات بين المجلس الأعلى للدولة وكذلك مجلس النواب، وإلى حد الآن يعني لا يوجد أي توافق فيما بينهما. يعني صدر قانون الانتخابات بناء على يعني ضغوطات من الشارع وكذلك ما تم تحديده في الاتفاق السياسي الجديد، وبالتالي يعني كان الليبيون يأملون بأن يذهبوا إلى 24 ديسمبر ويعني ينجزون العملية الانتخابية. يعني ألا ترى بأن الكل هو المسؤول الآن عما يحدث؟ أعتقد أنه الأغلبية الأطراف مسؤولة طبعا عما حدث، ولكن رأينا في 2020 في يناير 2020 كيف أن ألمانيا استدعت الأطراف الليبية مجتمعة وكذلك الأطراف الدولية والإقليمية المتداخلة في الملف الليبي، وفرضت نوع من خارطة الطريق التي الآن وصلت إلى نهايتها للأسف، ولكن هذا لا يمنع الليبيين أن يقوموا بوضع خارطة طريق جديدة مع تاريخ أو موعد جديد للانتخابات. هم قادرون على ذلك لو توفرت روح العمل الجماعية الوطنية بين الليبيين، لو كانوا حريصين على استقلال القرار الليبي وعلى أن يبحثوا عن تنازلات متبادلة طبعا كان من الممكن أن تكون لوحة أو مشهد الانتخابات أوضح من هذا بكثير، ولكن للأسف كل يسحب الحبل إلى نفسه على حساب الآخرين، وهذه لن تؤدي إلى شيء. سنظل دائما في هذه المراحل الانتقالية التي تفضي كل واحدة منها إلى حلقة أخرى بدون لا بد من توافق ومن صفقة بين الأطراف المتصارعة في الملف الليبي لكي تكون هناك انتخابات. طيب إذا كان هم لم يتفقوا ولن يتفقوا فما هو الحل؟ تنجح أبداً وربما تحول البلد. إذا كان هم لم يتفقوا ولن يتفقوا، كانت هناك اجتماعات عقدت في تونس وفي جنيف وفي القاهرة وفي المغرب ولم يتفقوا على أي شيء، فما هو الحل إذن؟ إعادة تدوير المشهد؟ سنعود إلى وضع أعتقد أنه النتيجة ستكون ستاتيسكو، يعني استمرار الوضع الراهن. هناك في المنطقة الغربية مجموعة وهناك في المنطقة الشرقية مجموعة أخرى، والجنوب تقريبا متروك لمصيره، يعني المشهد لن يتغير في هذه الحالة، ولكن وتبقى الأسلحة وتبقى الميليشيات، رغم أنه هذا كان أحد الشروط لإجراء الانتخابات. فأنا أعتقد من الإخفاقات التي جعلت الانتخابات لا تتم في الموعد المحدد هو أن لجنة 5+5 ناقشت طويلا طريقة إخراج الميليشيات وجمع الأسلحة الثقيلة، ولكن عمليا لم نرى ثمرة أو ثمارا لعملها. هي ذهبت إلى اسطنبول صحيح، ذهبت إلى موسكو وناقشت هذه القضايا مع الفرقاء الدوليين، ولكن للأسف لم نرى نتيجة ملموسة لهذه الجهود. طيب سيد هيثم الورفلي، ما رأيك فيما قاله سيد رشيد خشانة؟ يعني يبدو أننا مقبلون على مراحل أخرى بحسب وجهة نظره، يعني لا توجد انتخابات حتى الآن، هم لم يتفقوا بالأساس، والأمور لا زالت معقدة، نتحدث هنا بين النواب والأعلى للدولة، وكذلك هناك عدة عوامل منها وجود التشكيلات المسلحة ويعني انقسامات أخرى. أول شيء يجب علينا أن نتحدث بصراحة، وخاصة أن الشعب الليبي الآن يسمعنا. المشكلة الحقيقية ليست في مشكلة تاريخ 24 ديسمبر،
أنا في حديثي مع السيدة ستيفاني عندما زارت بنغازي قلت لها يا سيدة ستيفاني هناك يعني بعض الأشخاص الذين معي طالبوا يعني أن تكون الإزاحة نفس ما فعلت المفوضية الآن يوم 24/1، ولكن كنت متيقن بأن الإزاحة لن تأتي يعني بمنفعة أو سوف يتم الانتخابات في 24 يناير أو حتى 24 فبراير أو حتى 24 مارس، بما أن هذه الأسماء أو القائمة النهائية ما زالت موجودة. الحقيقة أن سبب إخفاق الانتخابات هي في الأسماء الموجودة داخل في القائمة المترشحين. هناك يعني أطراف دولية لا تريد سين من الناس، هناك بعض الأطراف المحلية تعارض بشدة دخول يعني مثل المترشحة عبد الحميد بيبة لأنه رئيس وزراء وسوف يستخدم المال العام للدعاية، وأنه معارض أصلاً للمادة 12 لقانون رقم 1. فبالتالي حتى لو تم تأجيل الانتخابات في شهر مارس أو شهر يونيو بهذه الأسماء لن تحدث أي انتخابات، ولكن أعتقد أن ما سوف يحدث هي سوف تكون هناك تسوية سياسية بين الأطراف. يجب علينا أن نعلم الآن جميعاً أن كل الأطراف الموجودة لا تريد الانتخابات بقدر ما تريد الحفاظ على مكتسباتها ومقدراتها التي يعني اكتسبتها من خلال وجودها في السلطة حتى هذا اليوم. الكل يعلم بأن الانتخابات ربما تقصي الكثير من الأطراف، من يريد الانتخابات هو الشعب الليبي فقط لا غير. يعني ممكن هو حتى هناك حتى عدة عوامل زي هيثم الورفلي الأشخاص يعني أخذ خطوة موجودة في التقارير التي يعني تابعناها يوم الأمس. هناك عدة عوامل، عماد السايح نعم التقرير الذي بعث به إلى البرلمان صحيح. يعني ذكر عن خروقات، ذكر عن تزوير، ذكر عن يعني وجود يعني حال نعم. تزوير حتى في عملية التزكية، هناك يعني من لديه سوابق صحيح. هناك من زور شهادات أيضا في مصدر 218 يقول لك بأن التقارير الأمنية المقدمة للبرلمان حوت على تزوير أرقام وطنية وتسجيلات غير صحيحة وسرقة للبطاقات الانتخابية. يعني هذا ربما قد ينسف نعم العملية الانتخابية سيد هيثم الورفلي، يعني لا وجود الانتخابات على ضوء كل ما ذكر في هذه التقارير. كما قلت لك يا أستاذ محمد بأنه لن تكون هناك انتخابات في هذه المرحلة بتاتا، وخاصة عن طريق القانون رقم 1 والقانون رقم 2 والوضع الحالي لن يكون هناك انتخابات في هذه الفترة بالتحديد إلا بعد توافقات جديدة وقوانين جديدة وربما فتح مسودة الدستور. نعم كل هذه العوامل التي تحدث عنها عماد السايح هي عوامل حقيقية وموجودة يعني وقد لمسناها على الأرض. هناك يعني بطاقات سرقت من مراكز على ما أعتقد في مدينة ورشفانة، رأينا حرق العديد من المراكز، رأينا بيانات من قادة مجموعات مسلحة في المنطقة الغربية قالت أنه في حال ترشح فلان وعلان بأننا سوف نقوم بإحراق وغلق هذه المراكز. هناك كانت تهديدات حقيقية من مجموعات مسلحة، أيضا على السيد طلال الميهوب النائب رئيس لجنة الدفاع الأمن القومي أيضا نشر في بيان له بأنه لن تكون هناك انتخابات في ظل وجود المرتزقة والأتراك وغيرها من المجموعات المسلحة وفي وجود انتشار السلاح على هذه الأرض. فهنا علينا يجب أن نربط بأن كل هؤلاء يعني بوجود هذه المجموعات المسلحة وبوجود هذه الخروقات، كذلك العامل الذي تحدث عنه السيد عماد السايح يجب أن لا نهمله وهو القضاء، تحدث على أن كل أحكام القضاء قد خالفت القوانين. تحدث أيضا عن مجموعات مسلحة لم تسمح بمحامين مفوضية بالترافع أمامهم في الطعون في المحاكم. كل هذه العوامل تبين لنا وتوضح لنا بأنه لن تكون هناك انتخابات خلال هذه الفترة القريبة. الآن الاتفاقات أو المصالح التي تجمع الجميع وهو الخارطة الطريق، أعتقد أن هناك حتى يعني ضوء أخضر من البعثة الأممية للأمم المتحدة في بيان أمس ستيفاني ويلز عن طريق صحيفة رويترز تقول بأن بقاء الحكومة هو أمر متروك للبرلمان. وهذه أنا بالنسبة لي يعني مهتم بالشأن العام أعتقد أنها إشارة أو ضوء أخضر للبرلمان، إذا أردتم بقاء هذه الحكومة فلتبقى، ولكن إذا أردتم تغييرها فيجب عليكم أن يعني تجمعوا النصاب وأن تقوموا بتغيير هذه الحكومة. وأعتقد أن مجلس النواب خلال الفترة القادمة لن يبقى حكومة البيبة في مكانها، بل سيتم تغييرها وتشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة طريق سوف أتحدث عليها بعد قليل. يعني
طيب سنعود إلى مسألة الحكومة ومصير سيد هيثم الورفلي، ولكن مع سيد رشيد خشانة الكل يعني أو دعنا نقول كثير من المراقبين يقولون بأن ما حدث ويحدث الآن في ليبيا سببه المجتمع الدولي. المجتمع الدولي عبارة عن بيانات فقط من خلال مؤتمرات في جنيف، في باريس، جلسات لمجلس الأمن، البعثة الأممية أيضا ولقاءاتها، زيارة ستيفاني ويليامز الأخيرة بعد تعيينه كمستشار لغوتيريش، ويعني هذه الزيارة التي لم يعرف المغزى منها حتى الآن، يقولوا بأنها للانتخابات ولكن جاءت وتواصلت مع عدد من المسؤولين في الحكومة وفي القيادات العسكرية. إلى أي مدى يمكن القول أن المجتمع الدولي ذاته هو من ساهم في وجود هذه الحالة الآن؟ بالتأكيد يعني الوضع الدولي عندما يختلف تختلف القوى المؤثرة في المشهد الليبي، فهذا ينعكس فورا من خلال الأطراف الليبية المتحالفة مع هذه القوى الدولية أو تلك. حتى نكون أكثر وضوحا، عندما كانت روسيا تريد وهي ما زالت تريد التأثير في المشهد الليبي، فهي ترسل قوات فاغنر بالطريقة التي شاهدناها وبطريقة تجعلها تحمي طرفا من الأطراف، والعكس صحيح. هناك ميليشيات تركية أيضا، هناك أسلحة، هناك ضباط ومدربون عسكريون إلى غير ذلك. ومن هنا البعد الدولي بات يعني عنصرا أساسيا في المعادلة الليبية، ولا يمكن غض الطرف عنه. ودليلي على ذلك أنه في المدة الأخيرة بدأ هناك تمدد روسي في منطقة الساحل والصحراء، أي في جنوب ليبيا، وهناك نداء يطلقه 14 دولة كبرى بما فيها كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها، تدعو إلى وقف الزحف أو التمدد الروسي في هذه المنطقة الذي شمل حوالي 5 أو 6 بلدان. وكان هذا الوجود لروسيا وتركيا يوحي بأن المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر، أو دعنا نقول اختلف حول من سيكون في ليبيا. هناك من دعم لتركيا على حساب أن تخرج روسيا، وهناك من دعم روسيا على أن تكون لديها قواعد ليس في ليبيا فقط وإنما في شمال أفريقيا. هذا الموضوع يوحي لنا يعني وكأن المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر من تحت الطاولة لهاتين الدولتين، ودعنا نقول المتداخلون الدوليون الجدد روسيا وتركيا في ليبيا. هو في الظاهر يعني يقول بأن على القوات الأجنبية أن تخرج وعلى كل الدول أن ترفع يدها عن ليبيا، ولكن ما يحدث الآن يعكس ما يقوله المجتمع الدولي. فعلا يعني هو كل طرف يبدأ، كل طرف دولي يحرك الحليف الداخلي، ولكن يعني لا يعلن عن ذلك، بل بالعكس يحاول إخفاء هذا التدخل غير المباشر في الشؤون الليبية، إلى درجة أنه مثلا الأتراك يتحججون بأن هناك اتفاقية مع حكومة شرعية ليبية في سنة 2019، ويقولون أن وجودنا بهذه الصفة هو وجود شرعي. أيضا روسيا سحبت قوات فاغنر إلى الخطوط الخلفية بعدما كانت في الخطوط الأمامية، واعتبرت أن ذلك استجابة للضغوط الدولية. يعني هناك لعبة يتم استخدامها من أجل البقاء في ليبيا وتوسيع المصالح الاقتصادية اللي هي في الحقيقة سبب كل هذا التكالب على ليبيا وعلى ثرواتها. إذن هي تريد أن تبقى وأن تلعب دورا مهما في اختيار من سيكون قائد ليبيا أو حاكم ليبيا في المرحلة المقبلة. ولذلك رأينا أن تداخل العنصر الخارجي الدولي مع العنصر الليبي هو الذي أدى إلى تعطيلات ومطاعن كثيرة في خارطة الطريق التي وضعت في برلين 2. طيب سيد هيثم الورفلي، نعود إلى مسألة الحكومة ومصيرها الآن وتصريحات ستيفاني ويليامز التي أعطت فيها الضوء الأخضر لمجلس النواب. تبقى الحكومة أم تبقى؟ هذا شأن مجلس النواب بحسب مقالة ويليامز. ولكن يعني هناك تخوفات كبيرة حتى قبل 24 ديسمبر من أن إذا لم تحدث الانتخابات فسوف يكون هناك انقسام. هل سنرى هذا السيناريو موجود حقا على أرض الواقع، خاصة وأن مجلس النواب قبل قليل علق الجلسة
وسيتم الحديث في جلسة مقبلة الأسبوع القادم تقريبا عن خارطة جديدة. بالنسبة لموضوع الانقسام في حال تكليف يعني حكومة جديدة، هذا على حسب اختيار مجلس النواب لمن يترأس هذه الحكومة. أعتقد أن المجتمع الدولي وخاصة الليبيين في اجتماع ما يسميه بما نسميها القوى الفاعلة على الأرض، أعتقد لو أن تفاهمت هذه القوى الفاعلة على الأرض في إنشاء الحكومة القادمة فلن يكون هناك انقسام يعني حقيقي مثل الانقسام الذي حدث أيام في فترة فايز السراج، أو الانقسام الذي يحدث الآن في فترة عبد الحميد بيبة الذي لم يزر مدينة بنغازي ومدن الشرق إلى حد الآن بعد مرور تقريبا 9 أو 10 أشهر من ترأس هذه الحكومة. ففي تصوري أن في حالة يعني مجلس النواب اختار رئيس حكومة من الشخصيات القوية ومن القوى الفاعلة الموجودة على الأرض وتحالفها مع باقي يعني وتحالفها مع بعض، فإنه سوف ينتج حكومة قوية ربما سنسميها بحكومة الاستقرار، وأعتقد أن سوف تكون حكومة يعني تستطيع أن تجمع المؤسسات وتوحد البلد شرقا وغربا، ولن تكون يعني حكومة انقسامات في حال التفاهم الحقيقي بين هذه القوى. هذا بالنسبة يعني بالنسبة للحكومة، ولكن طبعا الدبيبة لن يجعل هذا الأمر يعني أو لن يترك هذا الأمر يمر بسهولة. سوف يعني على ما أعتقد أنه هناك من يتحدث عن سيارات ليكسس وزعت بالأمس على أن لا يقوم بعض من النواب يذهب بعض من النواب لحضور جلسة البرلمان في طبرق. أعتقد أنه سوف يدافع عن بقاء لهذه الحكومة لأن خارطة الطريق رأينا بعض يعني الرؤى في أعضاء مجلس النواب، هناك من يرى أن تبقى هذه الحكومة وتستمر، هناك من يريد تغييرات وزارية داخل هذه الحكومة، وهناك يعني صوت عالي داخل مجلس النواب وخاصة بعد يعني تصريحات السيدة ستيفاني ويليامز بالأمس، هناك من يريد تغيير هذه الحكومة ووضع تفاهمات جديدة على الأرض وإنشاء حكومة قوية جديدة. أي السيناريوهات أقرب في رأيك بهذه حول هذه النقطة حول الحكومة؟ هل سيتم تغيير الحكومة وأيضا دون وجود لعبد الحميد الدبيبة وهو مرشح رئاسي، أما يعني استبدال داخل الحكومة نقول، أم حكومة جديدة؟ في تصور خاص أنه سوف يكون هناك حكومة جديدة تنتج من قبل البرلمان، سوف يكون هناك تنازلات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، تفاهمات بين خالد المشري ومن موجود في مجلس النواب سواء كان فوزي النويري أو عقيلة صالح. أعتقد أنه على حسب وجهة نظري خارطة الطريق سوف تكون هكذا، حكومة جديدة، أن يتم فتح مسودة الدستور، تعيين لجنة فنية من أعضاء من مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لتعديل بعض المواد التي كانت عليها خلاف، وهناك بعض يعني من الأقليات يعني مثلا ما بيش نقول الأقليات يعني مثلا من نفس التبو والأمازيغ قد قاطعوا هذه مسودة الدستور في سنة 2017 ولم يصوتوا عليها. أعتقد أن سوف يكون هناك لجنة فنية تقوم بتعديل هذا الدستور وثم يطلق هذا الدستور للاستفتاء في مرحلة زمنية هنا يعني أعتقد ربما ستكون من سنة إلى سنتين، وثم بعد استفتاء على الدستور نذهب إلى يعني انتخابات رئاسية وبرلمانية بوجود دستور دائم في البلاد. يعني من وجهة نظري ربما هذه الخارطة الطريقة التي سوف يتبناها مجلس النواب خلال الفترة القادمة. سيد رشيد خشانة، هناك من يقول بأن دول الجوار الثلاثة بالتحديد تونس مصر الجزائر لم يكن لديها أي دور فاعل على الأرض بالرغم من الاجتماعات التي حدثت داخل هذه الدول بالشأن الليبي والرعاية لهذه الاجتماعات من قبل هذه الدول، وبالتالي رفعت يدها عن الحالة الليبية وتركت المجال أمام المجتمع الدولي الدول الغربية وكذلك الدول المتداخلة في ليبيا بأن تفعل ما تشاء في ليبيا. كيف تنظرون إلى هذه الرؤية بالتحديد، وجهة نظركم فيها؟ في الحقيقة يعني دول الجوار لعبت دورا مهما في استضافة كثير من الاجتماعات وفي وضع هذا المسار على السكة خاصة بعد برلين 2،
ولكن للأسف يعني الأسلوب الذي تعاطت به مع الملف الليبي يختلف عن الأسلوب الذي تتبعه الدول الغربية مثلا، يختلف عن فرنسا وعن إيطاليا التي كانت متداخلة أكثر وأكثر حمامية إن صح التعبير مع الجانب الليبي. البلدان المغاربية بالإضافة إلى مصر تعاطت مع الملف الليبي باعتبارها فندقا يتجمع فيه الذين لا يستطيعون السفر إلى هذه البلد بلد أو تلك، فيمكن أن يجتمعوا في الجزائر أو تونس أو المغرب باعتبار أنه هناك مرحب بهم جميعا. فهذا جعل في تقديري أسلوب التعاطي مع الملف الليبي ليس أسلوبا صحيحا، وكان الأفضل لو رافقت هذه العواصم الملف الليبي والإخوة الليبيين بطريقة تجعل الأمور مقبولة أكثر مما تأتي من الروس أو من الأمريكيين أو الفرنسيين أو غيرهم، خاصة أن هذه الأطراف الدولية غيرت مواقفها أكثر من مرة. مثلا فرنسا تضع ساقا مع المشير حفتر وساق أخرى مع الحكومة في طرابلس، وهذا اكتشفناه في أكثر من مرة. فلذلك أعتقد أن الدول المغاربية مارست العمل بطريقة أخلاقية إن صح التعبير من أجل احترام استقلالية القرار الليبي، من أجل عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. ولكن في تقديري أنه يعني نوع طبيعة العلاقة بيننا كانت تسمح بمسافة أبعد بكثير مما كانت عليه العلاقات إلى حد الآن بين هذه البلدان المغاربية وليبيا. طيب بالتحديد ما رأيك في الموقف البريطاني مما يحدث الآن؟ كانت هناك تغريدة للسفارة الفرنسية وأكدت فيها دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي عدلت هذه التغريدة وتراجعت فيها، واعتبرها مجلس النواب في جلسة الأمس أن السفيرة بالتحديد السفيرة البريطانية غير مرغوب فيها. والله مش أول مرة، يعني في كثير من المرات السفيرة البريطانية وغيرها من السفراء أو الوزراء كانوا يتدخلون في الشأن الليبي ويتم الرد عليهم، وأنا أعتقد أنه يعني مثل هذه الممارسات يجب أن توضح تماما مع هذه البلدان حتى لا تعود إلى فرض نوع من الوصاية أو إعطاء الدروس، إلقاء الدروس على الليبيين. الليبيون ناضجون يعرفون مصلحة بلدهم أكثر من أي طرف آخر، وكما قال الأستاذ هيثم يعني يجب أن نعطيهم الفرصة الآن من خلال حكومة تسير الأمور إلى أن يتم استفتاء على الدستور وإيجاد قانون انتخابي حقيقي وليس كالقانون القائم الآن. عند ذاك يعني الإطار العام للانتخابات يكون قد نضج وأخذ وقته من خلال عملية تمديد المرحلة الانتقالية، ولكن لا أعتقد أن ذلك يجب أن يتم فورا. حكومة دبيبة لا يمكن أن تعصف بها في ظرف الأيام القادمة، لابد من أن يكون القرار مركزا ومتزنا، وأن يكون هناك توافق عليه بين المجلس الأعلى للمجلس الرئاسي وبين البرلمان. طيب سيد هيثم الورفلي، هناك من يعني ظهر الآن بصوت عالي ويقول لك بأن الاستفتاء على الدستور بالتحديد كان هو يعني أو كان من المفترض أن يكون هو الضامن لإجراء العمليات أو عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة. ألا يمكن القول الآن بأن الرجوع إلى الدستور والعملية الدستورية والاستفتاء عليها هي النقطة الأهم الآن؟ شوف يا أستاذ محمد، طبعاً نحن حتى في الفترات السابقة التي عرضنا فيها الاستفتاء على الدستور كنا متقينين بأن هذا الدستور سوف يستفتى عليه بلا، وخاصة أن كل إقليم هو من يحدد، يعني يجب أن يكون 50+ يعني 50+1 في كل إقليم، وكانت يعني الاستفتاء على 3 دوائر، وخاصة يعني الكل يعلم بأن كان إقليم برقة لن يرضى بهذا مسودة الدستور التي وضعت من قبل اللجنة التأسيسية. نحن الآن نرضى بالاستفتاء على الدستور بعد التعديلات الفنية أو بعد التعديلات المواد المختلف عليها. الكل يعلم بأن هذا الدستور أكثر من يعني كانت مسيطر عليه، خلينا نحكي بكل وضوح، تيار الإسلام السياسي هو من كتب هذا الدستور، لأن الأغلبية كانت
أغلبية أعضاء اللجنة التأسيسية كان أعضاؤها ينتمون لتيار جماعة الإخوان المسلمين أو المقاتلة أو غيرها من التيارات الإسلامية الموجودة. فبالتالي نحن لم نكن نرضى بالاستفتاء على الدستور أو بمسودة هذه الدستور، لأنها مسودة غير يعني لم تعطي كل المدن أو كل أقاليم حقه في ليبيا. أيضا هناك يعني المكونات الاجتماعية مثل تبو والأمازيغ قد هضم حقهم في مسودة هذه الدستور، ولكن الآن نحن نطالب أو كما قلت لك بالاستفتاء على الدستور، ولكن بعد توافق أو تشكيل لجنة فنية أو تكليف لجنة فنية لتعديل المواد المختلف عليها، وربما في حال يعني تعديل المواد وأن يكون هذه المسودة يقبلها كل الأطراف تطرح للشارع ويصوت عليها الليبيين بنعم أو لا، وبالتالي سوف يكون لدينا دستور. يعني ممكن هذه المرحلة لو أطرت بتاريخ معين في خارطة الطريق التي سوف تضعها اللجنة البرلمانية، ربما سوف يعني نذهب لمرحلة 3 أو 4 أشهر تؤطر بمرحلة زمنية أن يعني هذه اللجنة تعدل هذه المواد، ومن ثم تطرح على الاستفتاء. يعني في 6 أشهر يكون لدينا يعني دستور قد استفتى عليه الشعب سواء هيئة أو لا. هيئة صياغة الدستور شكلت لجنة ثمانية في الأيام الماضية وبدأت في التواصل مع الأطراف المحلية وأيضا الدولية والبعثة الأممية. هل يمكن القول بأن يعني سوف نرى تعديلات على الدستور، أم أن الموضوع سوف يبقى يعني مجرد اجتماع فقط؟ نحن لو كانت يعني شوف يا أستاذ محمد نتكلم بصراحة، لو كان الاستفتاء على هذه المسودة التي يعني كما نسميها مسودة كشلاف سوف تخرج علينا هذه المسودة وسوف يتم الاستفتاء عليها من جديد، فسوف لن يرضى بها من لم يرضى بها في السابق. ولكن إذا كانت هناك تعديلات وتشكيل لجنة فنية لإعادة فتح هذه المسودة وتعديل ما بها يعني من مغالطات وما بها من مواد لا ترضي الأطراف، لو تم تعديل هذه المواد ربما سوف يرتضي بها الجميع ويكون هناك استفتاء على هذه المسودة بنعم أو لا. فنتمنى ذلك، وأن يكون الخارطة الطريق أن تحدد يعني فترة زمنية لمثل هذه الأشياء الفنية والتي يمكن أن تذهب بنا قريبا إلى فترة دائمة وليس فترة انتقالية كما يريد الشعب الليبي، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية تحت يعني إطار دستوري وإطار دائم يكون فيه الدستور هو الفيصل. سيد رشيد خشانة، قبل 24 ديسمبر كانت هناك تخوفات من عديد من المراقبين بأن عدم إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر بالتحديد قد يعيدنا إلى المربع الأول، وهو الاشتباكات المسلحة والحروب والصراعات، وهذه التخوفات يعني كانت حاضرة أمام الناس وأمام المتابعين. الآن بعد مرور 24 ديسمبر والبدء في الحديث عن خارطة جديدة، يعني بات من الممكن القول بأن لن تحدث هناك حروب، سوف تكون هناك حكومة جديدة، أم ماذا برأيك؟ دعني أولا أتفاعل معكما فيما يتعلق بالدستور. فعلا الدستور ليس أو مسودة الدستور على الأصح ليس قرآنا منزلا، بل بالعكس يعني هذا مشروع قابل للتعديل، وأعتقد أن الليبيين إذا شكلوا لجانا متخصصة أو لجان فنية كما سميها الأستاذ هيثم يمكن أن يصلوا إلى مشروع يكون منزوعة منه هذه الميول الإيديولوجية، لأنه أشار إلى أن دور الإسلام السياسي في صياغة المسودة وأنا أتفق معه ربما فيه لون معين طاغي على هذه المسودة، وبالتالي يجب مراجعتها في الاتجاه الذي يخدم كل الليبيين ويكون مرتكزا على قناعة مشتركة بين الليبيين وليس على ما يفرقهم. ثانيا من حيث الحكومة أعتقد لا سؤالك نسيته الثاني ما هو؟ بالتخوفات بالنسبة نعم نتحدث هنا عن التخوفات التي يعني لاحظناها قبل 24 ديسمبر من أنه إذا لم تحدث انتخابات إلى المربع الأول نعم المربع الأول نعم تفضل
أنا أستبعد أن يكون الوضع في ليبيا في المستقبل، أستبعد أن يتدهور الوضع لا سمح الله بالعودة إلى المربع الأول، أي وجود نوع من الانقسام الفعلي بين المشرق والمغرب، بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. هذا أمر مستبعد، لأننا بعد أعتقد المؤتمرات التي تمت في المدة الماضية وخارطة طريق رغم أنها أخفقت، لكن هي خلقت نوع من الجو والمناخ الذي لم يعد يسمح بالعودة من جديد إلى القتال وإلى استخدام السلاح. أيضا هناك موقف دولي في تقديري أصبح يضع فيتو كامل عن أي عودة إلى عمل مسلح داخل ليبيا. ستكون هناك مناكفات، ستكون هناك صراعات سياسية، ولكن العودة إلى السلاح أو العودة إلى نوع من التقسيم الفعلي لليبيا أعتقد أنه مستبعد الآن في الظروف الراهنة بعد كل المسافة التي قطعت إلى حد اليوم. سيد هيثم الورفلي، في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة، 2021 مر ورأيناه وتابعناه كلنا، 2022 ما هو السيناريو الذي سوف نراه في ليبيا؟ والله التمني شيء والواقع شيء آخر. نتمنى أن تكون يعني بلاد هانية، أن يعم الأمن والأمان على كافة ربوع ليبيا، أن تنتهي كافة الانقسامات، أن يذهب المواطن من بنغازي إلى طرابلس إلى حدود رأس الجدير، أن لا يعني لا يتعرض لأي أذى. كذلك يعني بالنسبة لسنة 2022 أعتقد أنه سوف هناك النية الواضحة على أنه سوف تكون هناك حكومة جديدة قوية. أعتقد لو أن مجلس النواب أتى بشخصية ضعيفة فربما نعود إلى ما قبل الاتفاق إلى حكومتين، حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، ولكن إذا عين مجلس النواب رئيس حكومة قوية يستطيع افتكاك المؤسسات الدولة، مقرات يعني الوزارات من طرابلس من عبد الحميد بيبة، لأن باعتقادي أن عبد الحميد بيبة نعم يعني بسهولة، وأن هناك بعض المجموعات المسلحة التي تؤيده سوف يمكن أن تستميت قليلا، ولكن في ظل وجود شخصية قوية لرئاسة الحكومة تستطيع أن تفتك هذه المقرات، حتى ولو كانت يعني ببعض المناوشات أو ببعض استخدام القوة يعني في فترة زمنية بسيطة وتفتك هذه لكن هذه هي الحكومة كان موقفها واضح. سيد هيثم، الحكومة موقفها واضح حتى قبل إجراء الانتخابات، أو عفوا قبل 24 ديسمبر قالت بأنها لن تسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة من قبل الشعب، أي بعد إجراء الانتخابات. ألا يقود هذا إلى ما معنى سلطة منتخبة من الشعب؟ نعم يعني سلطة منتخبة من الشعب، يعني كانت هذه الحكومة أن يعينها رئيس الدولة أو يعينها البرلمان. نحن لم نذهب إلى الانتخابات، لا يوجد لدينا رئيس دولة، ولكن يوجد لدينا الآن برلمان شرعي، حتى ولو كنا يعني هذا البرلمان قصر معنا، هذا البرلمان حاول أن يجلس على الكرسي له أكثر من 7 سنوات، له ما له وعليه ما عليه، ولكن الآن حاليا هو ما زال الجسم التشريعي وله الحق في أن يسقط هذه الحكومة. أعتقد أن هذه الحكومة قد سحبت منها ثقة في جلسة كاملة النصاب، فيحق لمجلس النواب في جلسة كاملة النصاب مرة أخرى أن يعين رئيس حكومة، فبالتالي هذه الحكومة كما قلت لك أستاذ محمد سوف يكون هناك تعنف منها بأنها لن تسلم هذه المقرات في حال أن مجلس النواب قد عين رئيس الحكومة، ولكن كما قلت لك أنه يجب أن يكون هناك رئيس حكومة قوي. لو كان رئيس هذا الشخصية قوية سوف يفتك هذه المقرات من عبد الحميد البيبة، وخاصة إذا كانت تحالف بالقوى الفاعلة الموجودة على الأرض، والكل يعلم الاجتماعات التي حدثت سواء في مدينة بنغازي أو في شويرف أو غيرها، ويعني هذه هي الكل يتحدث عن أن هذه هي القوى الفاعلة على الأرض، وسوف يكون هناك يعني بعض القوى المشاركة مرة أخرى. أعتقد أن لو أتت حكومة قوية سوف تكون حكومة استقرار، سوف يعني توحد مؤسسات الدولة، لن نشعر بالانقسام كما شعرنا به في خلال 7 سنوات والحكومات الماضية. نعم، الناشط السياسي ولو مهتم بالشأن العام هيثم الورفلي، كنت معنا بالصوت والصورة من بنغازي، شكرا جزيلا لك على وجودك في هذه المساحة من لايف لهذا اليوم.
كذلك مدير المركز المغاربي للأبحاث والمهتم بالشأن الليبي رشيد خشانة كان معنا أيضا بالصوت والصورة من تونس. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الحلقة، في أمان الله.